توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى الأردن للمشاركة في المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، والذي يعقد بدعوة مشتركة من الرئيس السيسي والعاهل الأردني وسكرتير عام الأمم المتحدة. وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن المؤتمر سيتناول الشق الإنساني الخاص بنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة ومواجهة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها المدنيون بالقطاع، ودعم جهود الإغاثة الإنسانية لوكالات الأمم المتحدة، خاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا والمنظمات الأخرى المعنية باستلام وتوزيع المساعدات داخل قطاع غزة. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى المملكة الأردنية الهاشمية للمشاركة في المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، الذي يعقد بدعوة مشتركة من السيد الرئيس والعاهل الأردني وسكرتير عام الأمم المتحدة، وتستضيفه المملكة الأردنية الشقيقة في البحر الميت.